السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي في فيديو الحل جرامر يونت 2. تمام، عشان تحلوا مع الجرامر لازم تكونوا شفتوا فيديو شرح الجرامر، هتلاقوا تحت في وصف الفيديو قوائم التشغيل، وفي قائمة التشغيل بتاع الإنجليزي، شوفوا كل الفيديوهات عشان تقدروا تحلوا معايا. أول سؤال: Oh, I not my mobile, what can I do؟ فهنا هو عايز يقوله ان هو ايه كسر موبايله، طب يعمل ايه؟ طيب مش هو كسره، ده معناه ان حدث حصل ولسه اثره موجود، وطالما حاجة حصلت ولسه اثرها موجود يبقى ده مضارع تام. يبقى I فين اللي تنفع هنا؟ have broken، I have broken. اتنين: I not my books in the class، could you go and fetch them for me؟ هو عايز يقول انا سبت الكتب في الكلاس، فهو ساب الكتب ولسه الاثر موجود ان هو مش معاه كتب دلوقتي، يبقى اذا I have left، وطبعا عشان I بتاخد have. He not to the bank to draw some money، he will be back in half an hour. معنى الجملة ان هو راح البنك وهو لسه هناك وهيرجع بعد نص ساعة، اذا نقول has gone ولا has been؟ طبعا has gone، ليه؟ لان هو راح ولسه هناك، بعد ان شاء الله بعد نص ساعة هيبقى ولما يرجع هيبقى has been. It's more than 20 years. تمام، not the writer wrote a short story. It's لازم تعرفوا ان it's مدة زمنية بيجي بعدها since وبعدها ماضي بسيط، يبقى it's مدة زمنية since وبعد كده ماضي بسيط. السؤال الخامس: I have not sent him any mail. I expect him to send me a check soon. A check soon. طيب هنا بيقول ان هو يعني ايه لسه رساله، يعني عطاله الايه الايميل، هو بيتوقع بقى انه يبعت له التشيك لانه اكيد طلب منه كده في الايميل. اذا عايزين كلمة دالة، ما ينفعش yet ولا ever. تمام، already هنا ما تنفعش، وطبعا الوحيدة اللي تنفع هي recently. It's a month not Hind last visited her uncle. طبعا طالما هنا it's مدة زمنية وبعد كده ماضي بسيط يبقى نختار since. سبعة: Mona won't send the message to her father until she not it. طالما هنا مستقبل منفي قبل until، يبقى هيجي بعدها يا مضارع يا مضارع تام. طب هنا مفيش مضارع، يبقى تختاروا مضارع تام اللي هو has written. فين has written؟ اهي. تمانية: نجيب محفوظ بوكس، نجيب محفوظ بوكس يعني كتب نجيب محفوظ not into many languages. طبعا طالما بدأ بالمفعول يبقى لازم يبقى passive. تمام، وطبعا هنختار مضارع تام لان دي حاجة اصلا موجودة، الكتب حاليا مترجمة اصلا، يبقى الوحيدة هنا اصلا اللي بسف have been translated. يبقى بقى هنشوف السؤال التاسع: after she not her homework she will go to bed. طالما هنا في مستقبل يبقى هنا يا مضارع يا مضارع تام، حاجة من الاتنين. مفيش مضارع يبقى تختاروا مضارع تام، يبقى she has finished. عشرة: you look pale، انت تبدو مثلا مرهق. not you عايز يقول حاجة حصلت لك يعني، فاذا هنا لازم تبقى مضارع تام لان خلاص هو الاثر موجود اهو you look pale. يبقى هنا لما تختاروا مضارع تام هيبقى has anything happened. طبعا اخترنا has لان anything مفرد، has anything happened to you. 11: she not in Italy since she was a child. طالما since يبقى على طول تختار مضارع تام، since يبقى she has lived in Italy since she was a child. بعد كده 12: you can't talk to Tariq because he not out. انت مش هتقدر تحدث له انه حاليا طارق برا البيت. بعد because طبعا هيجي مضارع تام، ومضارع تام طبعا لازم يجي معاه gun مش been، يبقى اللي تنفع هنا he has just gone يعني هو للتو لسه خارج. 13: أولا is nervous هي غاضبة because she not a talk to the class before. طبعا بعد because قلت لكم هيجيب ايه مضارع تام، يبقى الوحيدة هنا اللي مضارع تام has never given.
14 كريم has been really good at English. نقط he went to England on holiday last summer. طب طبعا لازم نقول ايه هو بقى كويس في الانجليزي منذ ان ايه سافر الى انجلترا. فطبعا اللي تنفع هنا since، لان since بعدها بداية الحدث او بعدها ماضي بسيط، تمام. وبرضو المعنى ان هو بداية الحدث، منذ ان سافر بقى مستواه في الانجليزي كويس. وبرضو ان since قبلها جاي قبلها مضارع تام وجاي بعدها ماضي بسيط. 15 احمد ناط لندن he is going to return to Cairo next week، يعني هو هيرجع القاهرة الأسبوع الجاي. ده معناه ايه؟ معناه ان احمد في لندن حاليا، يبقى اذا هتختاره go مش been، تمام. يبقى has gone، وطبعا لازم تختاره has gone to. سؤال 16 I haven't seen the new adventure film not، فطبعا طالما حاجة منفية يبقى تختاره yet على طول، انا ما شفتش فيلم المغامرة الجديد حتى الان. 17 علي isn't here، علي مش موجود. he not to the park، يبقى طبعا هو راح للبارك، يبقى he has gone، لان انتوا هتجيبوا ايه مضارع تام has gone مش has been. لو كنا قلنا علي is here هو دلوقتي حاليا، يبقى he has been، يبقى مثلا هو راح ورجع، لكن هو راح ولسه هناك يبقى has gone. بعد كده السؤال 18 I have tried Chinese food but I haven't tried French food. طبعا دي طالما جملة منفية تبقى اختاريت على طول، هو جرب الأكل الصيني لكن ما جربش الأكل الفرنسي. 19 My little brother is sad because he not his favorite toy. طبعا because هيجي بعدها ايه مضارع تام because he has broken، وطبعا دليل ان هو ايه في الاثر موجود ان هو لسه زعلان على اللعبة اللي اتكسرت. طالما حدث حصل في الماضي واثره موجود حاليا يبقى مضارع تام. الكلام ده وضحته كله في فيديو الشرح. سؤال 20 رضوى doesn't know what flying is like because she هي مش عارفة الطيران ده شبه ايه، لان هي اكيد عمرها مطارت يعني، يبقى اذا because she has never flown. 21 زي نقط in Luxor since 2015، طالما since يبقى تجيبه على طول مضارع تام، وطالما زي جمع يبقى تختاره هاب، يبقى زي هاف ليفت. سؤال 22 حامد's hair شعر حامد is wet مبلل as he not a shower، طبعا هو خد شاور ولسه الأثر موجود ان شعره مبلل، اذا ده هيبقى مضارع تام يبقى has had. 23 since when not in your home، هجيبه طبعا هنا مضارع تام، يبقى المضارع التام اللي تنفع هنا have you left. سؤال 24 the plane not I can't see it in the sky، يبقى اذا المعنى ان هو شايف الطيارة، يبقى اذا هي للتو مشت، يبقى اذا has just lived. طبعا هنا بيختبرك بس في الترتيب، وطبعا معروفة شرحت لكم في فيديو الشرح ان just تاجي ما بين have و has وال pb. السؤال بقى 25 have you not English food، طبعا هيقول have you انت جربت يعني، يبقى اذا have you tried، لكن هو عايز ever، ف ever طبعا بيجي قبل الفعل، يبقى have you ever tried. 26 many of today's great writers not as teachers، يعني هما يعتبر بيعملوا كمدرسين، تمام. يبقى اذا have also worked، لان هنجيب مضارع تام، يبقى have also worked. 27 باسل isn't hungry because he not a big lunch، طبعا هو اكل وجبة فهجيبه مضارع تام لان الاثر موجود ان هو شبعان ومش جعان، يبقى اذا he has eaten a big lunch. 28 how long not English، طبعا how long من الحاجات اللي بتدل على المضارع التام، يبقى تختاروا هنا مضارع تام، والوحيد الزمن هنا المضارع تام have you studied. سؤال 29 many people not up reading the books of عبد التواب يوسف recently، طالما recently على طول تجيبه مضارع تام، يبقى الوحيد هنا المضارع تام have grown up reading، يعني كبروا على ان هم يقرأوا كتب عبد التواب يوسف.
30 she not a book about why the writer became so successful. هي كتبت كتاب عن او ازاي كاتب بيبقى ناجح. فاذا دي مضارع تام لان الاثر موجود ان هو الكتاب موجود يبقى she has written. سؤال 31 it's 2 weeks since we lost. طبعا هجيبه على طول ماضي بسيط لان it's مدة زمنية since وبعد since بيجي ماضي بسيط يبقى تبقى مت. 32 this is the most interesting book I have not read. طيب طالما ده كده اسلوب تفضيل يبقى تختاروا ever ودي شرحت لكم فيديو الشرح قلت لكم ever بتاجي مع اسلوب التفضيل. 33 oh I not my password. الباسورد بتاعه what should I do؟ اكيد هو في المطار والباسورد ايه ضاع الباسبور. تمام فاذا هو ضيعه والاثر موجود حاجة حصلت والاثر موجود يبقى I have lost هجيبه مضارع تام يبقى I have lost. سؤال 34 تامر نقطة a lot of health problems since he started living in the polluted city. فطبعا since بيجي قبلها ايه بيجي قبلها مضارع تام يبقى إذن هنا المضارع تام has had has had كده. 35 I have not been to the show before. طالما before يبقى على طول هتختاروا never I have never been to the zoo before. هتعرفتوا مني من كلمة before اللي بتدل على never. سؤال 36 my cousin has lived abroad not his childhood. طالما كده مضارع تام وهنا اسم يبقى اذن since منذ طفولته لان since كده بتعبر عن بدء الفترة اللي هي بدء الفترة اللي هي طفولته. 37 بلال isn't here بلال مش هنا. He not to the dentist راح عند دكتور الاسنان طيب او عيادة دكتور الاسنان. فاذا هنا هو راح ولسه مرجعش لأنه مش هنا يبقى إذن هتختاروا has gone. بعد كده nothing like this has not happened to me. طالما no الجملة بدأت بنو يبقى تختاروا ever شرحت لكم في فيديو الشرح. 39 I not my pen friend yet. فطبعا my pen friend صديق مقرب yet طالما yet يبقى جملة منفية I haven't met. وطبعا ميت من الحاجات بدل على المضارع التام. 40 منى has studied English not last 10 years. طالما last يبقى على طول تختاروا since. سؤال 41 I have not eaten Chinese food it was delicious. I have فما تنفعش yet لان yet بتجي اخر الجملة ولا never ولا ever بسبب ايه ان هو قال it was delicious هو لذيذ معناه ان هو ذاقه يبقى I have recently eaten Chinese food. بعد كده سؤال 42 the government الحكومة نقط a lot of fly over bridges recently. طالما recently في دي حاجة بتدل على المضارع التام يبقى has built. 43 علي is very happy هو فرحان جدا. He not a medal for writing poetry. طالما وحاليا فرحان يبقى هو فاز بالميدالية اذا مضارع تام لان الاثر موجود ان هو سعيد جدا يبقى he has won. You didn't you needed not يعني انت مش لازم make food مش لازم او مش عليك انك تعمل اكل. I not a good meal already انا طبخت اكلة حلوة already بالفعل. فاذا كده طالما already يبقى حاجة بتدل على المضارع التام يبقى I have cooked. 45 I haven't met the minister الوزير نقط. طالما كده منفي يبقى before طالما حاجة منفية تبقى before. It's the first time to meet him. 46 my friend not a health problem since he started to smoke. طبعا بعد since جاي ماضي يبقى قبليه مضارع تام. تمام فطالما قبليها مضارع تام هندور على المضارع التام هتلاقيها has had. 47 مروة hasn't bought the new clothes طالما جملة منفية
ومضارع تام هتبقى اختار يت. 48 أبد أباد أكسيدنت حادثة سيئة نقط بليس أون كايرو أليكس ديزرس رود ريسنتلي. طالما ريسنتلي مضارع تام تمام، فإذا أنا عايز بليس هنا يعني إيه؟ عايز إن هي حدثت، يبقى has taken place و recently هتخلينا نختار مضارع تام. 49 my pen friend صديق المجرب arrived at Cairo airport a moment ago، وصل لمطار القاهرة من دقيقة. This mean this means that he، يبقى طبعا has just arrived يعني وصل للتو. سؤال 50 I haven't seen مازن، أنا مشوفتش مازن. نقط the last time we met in Alexandria، يبقى طالما هنا ماضي بسيط يبقى تختاروا since، لأن since قبليها ايه؟ قبليها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. My cousin has lived abroad، نقط his childhood، طبعا قلت دي جت قبل كده قلت لكم عليها since. It's 2 months since we، السؤال ده متكرر طبعا قلت لكم it's مدة زمنية since، فهيجي بعدها ماضي بسيط يبقى visited. بعد كده بقى سؤال 53 ودي اخر الاسئلة الموجودة. When you know the truth you will change your mind، لما تعرف الحقيقة انت تغير رأيك. طالما when جاي هنا مستقبل يبقى هنا يجي يا مضارع يا مضارع تام، ما فيش هنا مضارع يبقى اذا مضارع تام you have none. 54 over years، over years طبعا من الحاجات اللي بتدل على المضارع التام. من نقط the wind to sail ships طبعا هيتبقى has used، استخدم الرياح ليبحر السفن. سؤال 55 I not any medicine this week، this week طبعا من الحاجات اللي بتدل على المضارع التام، ففين هنا مضارع تام يبقى haven't had. 56 we haven't seen them نقط over a year، فطبعا over a year من الحاجات اللي بتاجي قبلها since، اسفة بيجي قبلها for عشان a year، نمسح since كده دي غلط يا جماعة، يبقى اذا for over a year لمدة تزيد عن عام. 57 I have had this car not lost 10 years، طالما كده lost يبقى هتاجي since، since not school طالما مفيش فعل يبقى since leaving. 59 my grandfather never been to Cairo he did 20 years ago، فطبعا هنا never و been يبقى مثلا has never been to Cairo يعني هو عمره ما راح القاهرة. 60 she left London 10 years ago and I haven't seen her، وجا بعد كده then، then الحاجات اللي بيجي قبليها since، الكلام ده كله قلته الحلقة اللي فاتت بتاع الشرح. Have you done your homework not that's too fast، طبعا كله اختاريت بس غلط already لان ده تعبير يدل على الدهشة. It's the first time I not seen this film، طالما first time يبقى اذا هتختار في الجملة مضارع تام ومعاه ever يبقى I have ever. ودي كانت كل التدريبات بتاعة القواعد اللي موجودة في كتاب العمالقة. أشوفكم بقى بخير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.